القاعدة اللي عندنا النهاردة قاعدة خدناها كتير هي لا نيجاسيون. وعلى فكرة قاعدة النفي دي هناخدها في منهج ثالثة بحالات كتيرة اللي هنسميها بعدين النفي الجزئي. أمال أنا هتكلم معاكم دلوقتي على النفي الكلي. يعني إيه النفي الكلي يا جماعة؟ يعني أنا بنفي الجملة ككل، وده ممكن يجي بطريقتين. إذا كان سؤال بمعنى هل اسك تيو على ليكول، فبتقول لي نو، خلاص يبقى انت قلت بقى لا انا مش رايح المدرسه، ده اسمه نفي كل للجمله، بس برضه في شويه تفاصيل. تعالوا كده نشوف. في عندي طبعا قاعده عامه وكلنا فاكرين علشان انفي فراز زي ما بيقولوا كده ديكلاراتيف خبريه في الجمله في اللغه الفرنسيه، بنحط الفيرب بتاعها بين جزئي النفي نو، وممكن تبقى ان ابوستروف والفيرب وبعد كده با. طيب نشوف مع بعض. مثلا قولي je ne préfère pas le cinéma، فين الفيرب بتاع الجمله préfère؟ طب موجود قبلي زي ما انتم شايفين كده بالروج ne، je ne préfère pas le cinéma. اذا الفيرب بين جزئي الايه النفي. علشان فيرب بريفيري بادئ بحرف كونسون، وكونسون يعني ساكن، حطيت ne ان e. اما الجمله الثانيه بيقول je n'aime pas les maths، طب هنا ان ابوستروف ليه؟ علشان فيرب ايمي بادئ بحرف فويال، وفويال يعني حرف متحرك. اظن دي سهله جدا نستنتجها، تمام؟ طيب في بقى ده القاعده العامه اللي كلنا عارفينها، وده اي حد بيقول لك انا في الجمله بوضع الفعل بين النو والبا. في بقى شويه رومارك، بعض الملاحظات وبعض الحاجات بقى بتميز الطالب الشاطر، خاصه لما يبقى عندي الامتحان اختياري، يبقى لازم افهم بقى. مثلا بيقول لي ممكن بدا بعد البا ازود حاجه اسمها دي 2، بدل ما اقول جو نام با لا بوكس بقول جو نام با دي 2. كلمه دي 2 يعني لا احب اطلاقا. طب ينفع يا مستر ممدوح نشيل دي 2؟ ايوه جو نام با لا بوكس، ما بحبش الملاكمه بس ممكن احبها. معايا ان في احتمال ان هو جو نام با دي 2، يبقى انت كده قفلت الباب خالص، لا احب اطلاقا، ما بحبوش خالص الملاكمه لا بوكس. طيب المعلومه اللي كله حافظها اللي هي عند الجمله المنفيه وعندك ادوات نكره تحول ادوات النكره الى دو، اظن الكلام ده واضح. طب وكان يقول لك ما عدا في الاخر، يقول لك ما عدا او الا اذا كان فيرب الجمله وتصريفات فيرب اتري، يبقى انا بسيب ادوات النكره كما هي. تعالوا كده نشوف احسن. بيقول لك ايه؟ الى اون كلي، الى اون كلي يعني هو معاه مفتاح. طب تعالى ننفيها ان با دو كلي، يبقى حولت الان الى ها دو. طب ستون كلي نفس الكلمه، انا جبت نفس النو علشان نعرف نقارن، يبقى سني با اون كلي. ايه اللي حصل هنا؟ ان اداه النكره فضلت زي ما هي علشان فيرب الجمله هو فيرب ايه؟ ها اتخ. اظن الملحوظه ديت خدناها كتير في سنه اول. طيب بتيجي بقى حته فنيه شويه، ودي محتاجة الفهم قبل الحفظ. يقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن الفيرب ما يبقاش موجود فيرب اتر وبرضه ما غيرش اداة النكر. كتير جدا ما يعرفوهاش، وفي كتير عارفينها بس مش عارفين ازاي مبررها ايه. يقول لك التعارض. يعني ايه التعارض في الجملة؟ انا مش معايا كذا انا معايا كذا، يبقى انا كده في تعارض. وتلاقي في الغالب الجملة فيها كلمات ها مي. مثلا يقول لك ايه؟ جو ني با اون سور، انا ما عنديش اخت. برضه يا مستر ممدوح طب ما هي نفس الاداه، ايه المشكله يعني؟ هقول لك يا جميل بقى المشكله ان الان والان عشان تبقى فاهم لهم دلالتين، دلاله عدديه ودلاله نوعيه. يعني ايه دلاله عدديه؟ ان ها او ان دو تروا كاتر سانك. لما اقول جو ني با دو فرير، ما عنديش اخ، يعني بتكلم على العدد هنا. طب لما اقول جو ني با ان فرير، على النوع ذات نفسه. حتى لو مش قادر تستوعبها يبقى انت عندك في تعارض في الجمله. بقول لك جو ني با اون سور، ما عنديش اخت ولكني عندي اخ، بتكلم على النوع هنا مش الاعداد خالص. اما لو بتكلم عن العدد يبقى هنستخدم النفي بايه؟ ها بدو، اللي هو تحويل اداه النكره. طيب في عندي ادوات ثانيه اللي هي ادوات التجزئه اللي هي دي دو لا الى اخره، برضه هي كمان لو الجمله منفيه بتتحول الى ها الى دو. مثال على ذلك يقول لك سلوى مانج دي جاتو. طب ما انا عندي دي هنا اداه تجزئه، طب لما نيجي ننفيها يبقى سلوى نو مانج با دو جاتو، زيها زي ما حصل مع ادوات الايه؟ النكره. طيب
يقول لك ايه؟ طب لو احنا عندنا بقى سؤال، خلاص احنا كده الفراز جمله خبريه ديكلاراتيف وانا نفيتها، وانا بنفي لقيت المفعول قدام منه اداه نكره فغيرت اداه النكره، حاجه منطقيه. وانا لقيت اداه نكره بس فيرب الجمله اتر فعملت ايه؟ سبت اداه النكره زي ما هي. طب ما هو في حاله ممكن تجي لي ما غيرهاش وفعل الجمله مش اتر، قلنا لو في تعارض في الجمله. وفهمتك يعني ايه تعارض، يبقى انا ماشي معاك واحده واحده. ده الكلام ده الجمله خبريه. طب لو سؤال بقى وانا عايز ارد عليه بالنفي. طيب علشان تبقى جملة بتسأل عن الجملة كلها بنسأل بحاجة اسمها ايه؟ أسك، أو طريقة اللهجة، أو تقديم الفعل على الفعل. يقول لك ايه؟ عند الإجابة بالنفي على السؤال بمعنى أسك أو ما يعطي معناها، كلمة ما يعطي معناها اللي هو السؤال بطريقة اللهجة أو بتقديم الفعل على الفعل زي ما هنشرحها في الاستفهام في الجزئية اللي بعد كده. طيب نبدأ الإجابة بنو بما إن بنفي، وبعد ما في بنو ممكن بقى كذا احتمال. احط الفيرب اللي موجود بين النو والبا يبقى انا نفيت الشيء، او ممكن احط نو كده كده احط نو في الاول بما اني بنفي، ممكن ما استخدمش النو والبا واجيب حاجه تانية خالص زي ما هنشوف دلوقتي. تعالوا كده نشوف. اسك تو ام لو كافي، هل انت بتحب القهوه؟ طب انا مش عايز احط اسك يبقى تو ام لو كافي. طب عايز اقدم الفعل على الفعل، ام تو لو كافي، يبقى نفس المعنى. قال له يبقى نو جو نام با لو كافي. طيب يبقى انا كده قلت نو ونفيت الفعل بين ها بالنو والبا. طب ايه بقى الحاجات الثانيه؟ هحط نو بس مش هستخدم النو والبا وحنفي برضه. نجرب. تو فا لا كامباني لو ويك اند، تو فا لا كامباني لو ويك اند، قال له نو جو في على مير، مفيش نو با، جو في على مير، غيرت المفعول بتاع الجمله. طيب تون فرير اي جران، اخوك بيكون كبير، قال له نو الي بيتي، يبقى عكست الصفه. مثلا على سبيل المثال يبقى انا ممكن اغير الزمن، ممكن اغير الصفه، ممكن اغير المفعول. نكمل بقى بقيه الملحظات يا شباب. عندنا ملحوظه مهمه قوي، بيقول لي ايه بقى يا سيدي؟ لما يبقى عندي عدد بنفي العدد كده كده بنحط النو والبا، ولكن العدد نعمل فيه ايه؟ قال لي في طريقتين، ممكن استبدل العدد بدو بدو ونشيل الاس من نهايه الكلمه، انا بنفي تماما، بنفي خالص تمام. وممكن يكون العدد انا عايز انفي العدد 3 او 4، انا ما عنديش 4 اخوات انا عندي 3، يبقى انا استخدمت النو والبا وسبت العدد زي ما هو. نشوف الامثله احسن اوضح لكم. بيقول له هنا ايه؟ تو اشيت تو اشيت تروا جلاس، انت بتشتري 3 ايس كريم. قال له نو جو ناشيت با دو جلاس خالص، ما فيش. يبقى اداه العدد اتغير الى دو وجلاس شلت منها الايه؟ الاس. طب مثال تاني، إليا تروا بيرو دون لا كلاس، في 3 مكاتب. قال له نو إليا با دو بيرو دون لا كلاس، ده ما فيش ولا مكتب، يبقى بنفي تماما. طب تو أ 18، أنت عندك 18 سنة، ركز بقى شوف دي. قال له نو جو ني با 18، ما هو ما ينفعش أقول دو أون، يعني ما عنديش سنين. إيه ده؟ يبقى المعنى عامل إزاي؟ إذا العدد هنا مع العمر أنا بنفيه وبقول بعديه لو عايز العدد الصح. وضحت؟ يعني ما تاخدش الملحوظه كده مطلقه، يعني ايه؟ ما تقوليش اي عدد يقابلني هحوله الى دو زي ما مستر ممدوح قال. انا قلت لك لا، في حاجات تتغير وحاجات ما تتغيرش، اشهرها مع السن او مع العمر، ما ينفعش اقول انا ما عنديش سنين خالص. يبقى جو ني با 18 وبكمل. طيب يبقى احنا كده خدنا ملحوظه كمان حلوه اهي. تعال نشوف الملحوظه اللي بعدها. بيقابلني بقى جمله فيها فعلين، جملة فيها فعلين، الأولاني طبعا متصرف والتاني في المصدر. بعد المصدر ده ممكن يكون عندي أداة نكرة وأداة تجزئة، قال لي مالكش دعوة بيها لأن أنت ما نفتش الفعل بتاعها. تعالى كده نشوف. يقول لك إيه؟ تو سيفير لا كويزين، البنات تو سيفير لا كويزين، بتعرفي تطبخي، تعرفي تطبخي كويس. قالت له نو جو نو سي با فير ها لا كويزين. إيه اللي حصل هنا؟ يبقى أنا نفيت الفعل الأولاني، مفيش مشكلة. طب لو عندي بقى أداة نكرة أو أداة تجزئة ومرتبطة بالفعل التاني، طالما ما نفتش الفعل التاني يبقى هي ما تتغيرش معايا. تعالوا نجرب كده. بيقول لك جو نام با فير دو كاراتيه، ما بحبش أمارس الكاراتيه. النفي للحب وليس الممارسة. يبقى لما جيت نفيت جو نفي با دو، فضلت زي ما هي، ما حولتهاش إلى أداة، ما حولتش أداة التجزئة إلى ها دو زي ما أنتم شايفين. طيب لو حصل وعندي فيرب في المصدر وعايز انفيه،
طب والفعل يجي في المصدر؟ اما احنا قلنا المره اللي فاتت بعد ما شرحنا زمن البريزون والفيرب برونومينال قلنا الفيرب ممكن يفضل في المصدر. طب هو موجود في حاله من حالات المصدر وانا عايز انفي، اللي تجيب بقى ها جزئي النفي قبلي. ايه هما جزئي النفي اللي عندنا يا مسيو ممدوح؟ عندنا لو وعندنا البار. تعالوا كده نشوف. جو تو كونساي دو نو با سورتير سو سوار. جو تو كونساي انا انصحك ايه بقى؟ دو نو با سورتير، يبقى انا عندي دو حرف جر، سورتير مصدر. طب انا عايز اقول الا تخرج، يبقى جبت نو والبا، دو نو با سورتير سو سوار. طيب اخر ملحوظه عندنا بقى يا شباب عشان نحل خمس جمل كاكزرسيس ووضح لنا اللانيجاسيون، ان الفيرب برونومينال الفيرب ذو الضميرين لما احب انفيه. طب الفيرب ذو الضميرين مع الضمير اللي هو المو والتو والسو زي ما قلنا واحنا بنصرف المره اللي فاتت، الضمير والفيرب هما الاثنين يا شباب بين النو والبا. بيقول لك هنا ايه؟ جو نو مو ليف با تو، انا لا استيقظ مبكرا زي معظمكم، بس ان شاء الله السنه دي تصحوا بدري. جو نو مو ليف با تو، يبقى انا حطيت مو وليف بين النو والبا. يبقى احنا كده بقى يا شباب مهم قوي اللي عملناه النهارده، انه هيريحني بعد كده لما نتكلم عن حالات النفي الاخرى كل الملاحظات دي حالها موجوده هناك، وطالما خدتها من اول السنه هتتكرر معايا توصل في الاخر مريحاني جدا. هنشوف مع بعض خمس جمل فقط والباقي يبقى دوفوار موجود عندكم في الكتاب، وقلنا الواجبات والتمارين هنخليها في الحصص اللايف علشان نسمع بعض وارد عليك، ولو في حاجه مش فاهمها تبقى عرفتها. داكور يا شباب؟ يلا بينا. شوازي سي لو مو كوريكت، نختار الكلمة المناسبة. ريم اي با فرانسيز، طبعا الاختيارات بسيطة جدا، مو ام ابوستروف ان ابوستروف اس ابوستروف. طبعا كتير جدا شافوا البا اوتوماتيك قالوا ريم نو با فرانسيز، اللي قال كده بسرعة كلام جميل. الا نا با فرير، عندي الفيرب منفي وعندي كلمة فرير، يا ترى دو دي دو ابوستروف دو. قلنا الناس اللي بتتلخبط تعمل عملية الاستبعاد، دي اس مش نافعة عشان ده مفرد، دي ابوستروف مش نافعة علشان بادئ بحرف ساكن، يبقى انا محتار ما بين الدو وبين الدو، بس فرير ما بيجيش قبلها أداة تجزئة اللي هي دو، يبقى ما عنديش الا دو. الكلام ده ثواني بيتم في دماغك بس تبقى مطمئن من اجابتك. طب نمرو 3، بول نابا كوزين، نابا كوزين، نفس الحكايه جمله منفيه، نفس فكره الجمله اللي فاتت، يبقى نابا دو كوزين. جو نام با مات، يا ترى جو نام با مات يبقى جو نام با لي مات، جو نام با لي مات هي اللي صح طبعا. واحد يقول الله بس هنا جمله منفيه، ليه ما نختارش دو؟ على فكره الجمل دي بتغلط ناس كتير قوي. هقول له خد بالك من حاجه، ان افعال الذوق اللي هي بريفيري وايمي وادوري واللي تستوي الكلام ده كله اوتوماتيك بيجي مع اداه معرفه، فهي في الجمله المثبته اساسا في اداه معرفه، فلما انت دخلت النفي ادوات المعرفه ما بتتغيرش. يعني مش مجرد شفت النو والبا يبقى على طول تختار الدو، لا يا باشا، انت هنا علشان تعرف الصح، تمام؟ اداه المعرفة بتيجي دايما مع افعال الذوق او الميول اللي هي ايمي بريفيريد تستي ادوري الى اخره، فبالتالي مش هغير جملة مثبتة جملة منفية ثابتة زي ما هي، يبقى هنا لي مات. الجملة نمرو 5، تو فا او كلوب جي في او تياتر، هنا سؤال واخد طريقة اللهجة ارد عليه بكلمة ها نو. يبقى كده رجعنا على لانيجاسيون، في حاجات انت كنت عارفها من سنه اولى ومن سنه ثانيه، وفي حاجات قلتها لك علشان تساعدنا واحنا شغالين في ثالثه ان شاء الله.